إليكم أشهر عشر شخصيات حقيقية وراء ابتكار وجوه شخصية ديزني الشهيرة. شيريك. من يصدق أن شخصية الغول في فيلم شيريك هي في الواقع تجسيد لشخصية حقيقية، وهو المصارع الفرنسي موريس تيليت. وهذا المصارع ذو الشكل الغريب الذي يشبه الغول كان يلقب بالملاك، فقد كان هذا لقبه أثناء ممارسته رياضة المصارعة. ومن الغريب أن هذا المصارع عندما كان طفل وحتى في شبابه كان شخصا وسيما ولا يشوبه شيء، ولكن سبحان الله فقد أصيب بورم حميد تسبب في أن يتورم جسده ليصبح هكذا. وقرر المخرجون أن يحولوا قصته إلى شخصية يحبها الأطفال ويغرم بها، فتم تقديم الفيلم الكرتوني الشهير الغول الملاك، والذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2001. إيدنا مود. المصممة التي رسمت شخصية إيدنا مود في فيلم الخارقون استندت إلى شخصية حقيقية شهيرة، وهي مصممة الأزياء الشهيرة إيديث هيد، والتي ترشحت لنيل جائزة الأوسكار 35 مرة، فهي من أمهر مصممي الأزياء، ونرى شبها واضحا بين الشخصيتين. أورسيلا. لا أحد يمكن أن يتخيل أن تكون هذه الشخصية حقيقية بالفعل، وذلك نظرا لشكلها الغريب، ولكنها في الحقيقة رسم طبق الأصل للمغنية والممثلة ديفاين، ولكن لم يتسنى لها رؤية شبيهتها الكرتونية على الشاشة لوفاتها عام 1988، بينما كان أول عرض للفيلم عام 1989. النسور. كانت الخطة الأولية تشمل قيام فرقة بيتلز بالأداء الصوتي للنسور الأربعة في فيلم الكرتوني الشهير The Jungle Book، وأداء أغنية واحدة من قبل النسور، ولكن جون لينون لم ينوي على ذلك فقط، بل تعدى الأمر إلى ظهور تشابه كبير بين شخصيات النسور الكرتونية وأعضاء فرقة البيتلز الأربعة في قصات الشعر وتعابير الوجه التهكمية. بيتي بوب. ظهرت بيتي بوب لأول مرة بالفيلم الكرتوني فيش عام 1930، وهي نسخة كرتونية للنجمة هيلين كاين، ولكن النجمة لم تعجب بذلك، فرفعت دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة والرسام ماكس فيشر عام 1932. بياض الثلج أو سنو وايت. استلهم الرسامون شخصية بياض الثلج من ملامح الممثلة المشهورة خلال الثلاثينات والأربعينات ماتش تشامبيون، والتي كانت تؤدي بعض العروض التمثيلية طوال فترة إنتاج الفيلم، حتى يتمكن الرسامون من نقل ملامح وجهها وتعبيراتها بكل دقة. كابتن هوك. في حين أن هانس كونراد كان موكلا له القيام بالأداء الصوتي للشخصية الكرتونية كابتن هوك، إلا أن رسامي ديزني وجدوه أنسب ما يكون لتجسيد ملامح هذه الشخصية الشريرة، لذلك قرروا استلهام ملامح شخصية كابتن هوك منه. علاء الدين أو ألادان. عندما بدأت شركة ديزني بإنتاج فيلم علاء الدين، دار جدل كبير بين مصممي الجرافيك لاختيار ملامح شخصية علاء الدين، وبدأوا في البحث عن تلك الملامح بين أشهر النجوم العالميين، ومنهم النجم مايكل جي فوكس والنجم توم كروز، ليقع الخيار على توم كروز ليجسد شخصية علاء الدين، وبالتالي كانت النتيجة شبه واضح بين الشخصيتين، بدءا من تسريحة الشعر وشكل الحاجبين وملامح الوجه، نهاية بالتصرفات المغرورة التي تميزت بها شخصية علاء الدين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.